الكل عايز اقول لشبابنا قدامنا فرصه رائعه النهارده في تعاون مع وزاره التجاره والصناعه، في مجلس التدريب الصناعي عامل مبادره رائعه جدا وبرنامج رائع جدا يوفر لنا فرص عمل تصل الى مئات الالاف من فرص العمل. كل اللي علينا ان شبابنا نبتدي نتغير شويه. احنا محتاجين ثلاث اربع رسائل نقولها لشبابنا. الرساله الاولى ما تعتبرش ان الوظيفه الاولى هي الوظيفه الاخيره في حياتك، لا، هي دي وظيفه وممكن تنتقل منها الى وظيفه افضل ووظيفه افضل وافضل ان شاء الله. فنقبل هذا العمل حتى لو كنا مش راضيين عنه 100%، 70% 80% نقبل ان شاء الله التغير من وظيفه لوظيفه، ده يبقى شيء مهم. الحاجه الثانيه ان دي اسهل لما تكون بتشتغل في مكان وتنتقل منه من وظيفه لوظيفه، اسهل كثيرا من انك تكون ما بتشتغلش خالص وتنتقل لحاجه ثانيه. لا، مش عايزين نفكر من دلوقتي اصلا المعاش هيبقى شكله ايه. في شباب بيجي لي عنده 20 سنه وبيسالني على المعاش، يعني بعد 40 سنه هيبقى شكل ايه؟ يعني المفروض حتى في سن ال 20 وال 21 22 سنه ما حدش يفكر في المعاش، يعني كنا دايما بنفكر في الامل والتفوق والنبوغ، انما عشان اشوف انا معاش هيبقى ايه بعد 40 سنه من دلوقتي، دي فكره بقت غريبه جدا موجوده عندنا. الحاجه الثالثه ان مهم جدا يقول لي اصل المرتب مش كفايه. المرتب مش كفايه بس انت بتاخد صفر دلوقتي، فاي مرتب هتاخده هيبقى افضل من اللي انت بتاخده. دي مرحله انتقاليه، اعتبرها مرحله لفتره للظروف البلد عايشه فيها، يعني ربما تاخد مهاره معينه تسمح لك بعد كده تروح حته احسن، ربما علاقاتك بالعمل مع رؤسائك في هذا العمل يوفر لك فرصه عمل احسن، يجدوا فيك شخص نابغ، يجدوا فيك شاب يعني طموح. فننتقل من مكان الى مكان، ممكن بعد شويه ترتقي في عملك بسرعه اكثر من انت كنت تتخيلها. المهم ان احنا نمسك بايدينا هذه الفرص ما نفرطش فيها.